قبل المقطع يا حبايب، امبارح كانت هي الذكرى للثورة العراقية او المظاهرات العراقية صارت بالعراق يا حبايب. فنتمنى يا حبايب بالكومنتات كلكم تترحمون على شهداء العراق. نتذكر يا حبايب ان السنة الماضية هم طلبت منكم نفس الطلب، والحمد لله هاي السنة الثانية هم نطلب منكم نفس الطلب انه تترحمون على شهداء العراق. وبس يلا نبدأ بالمقطع. الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني، وتأكيد ان هو فعليا قلبه طيب. فاول مره يا حبايب لبنان راح صالح لما الشريف ويا وسام البقاعي اللي هو حبيبها السابق، نزلوا مقطع ويا بعض على قناه وسام وكانوا مصالحين بيه ويا بعض. هذا خلى هواي من الكومنتات يا حبايب انه يكتبون انه خطيه جواني هو حباب وقلبه طيب، وان هو بس يريد يصالح الناس المتزعلين ويا بعض. وعلى سيره محمد جواني يا حبايب، فنزل شويه ستوريات يعلن بيها انه راح يسوي تجمع بلبنان اليوم يا حبايب على الساعه 7، راح يصور بفيديو كليب اللي راح يكون ديستراك على ريدر، يعني راح يكون فعاليات وشياء كلش ناريه هذا التجمع يا حبايب. بالنسبه للاشخاص اللي بلبنان مثل ما شايفين يا حبايب هذا هو العنوان اللي قدامكم، راح احطكم الاستوريات مالته عم تعرفون العنوان بالضبط. روحوا قلكم اليوم الساعه 7. ساعدني والطرف كامله هو مالك بالتنظيم بكل شيء حتى بالتصوير، تدخلوا تابعوا استوريات شو عن التصوير والعنوان. العنوان حتسوي لحد ستيشنز، راح احط لكم اياه كتابه مع تاج لمالك اللي ما بيعرف يروح عنده يكون موجود هناك. راح تقول انه كثير مشاهير، بعد شوي بتعرفوا مين راح يكون معي. طبعا اشخاص اللبنان يا حبايبي اكتبوا لنا اذا حتروحون لهذا التجمع او لا، وايش قامت حمسين الا. نروح حاليا لقاره ماروح اللي هي راح تعتزل السوشيال ميديا او لا. فبعد ما نزلت هذا الستوري يا حبايب اللي كانت تقول بيه انه هي راح تعتزل السوشيال ميديا عم تركز بدراستها، نزلت هذا الستوري على سبب بالانستغرام يا حبايب. وبهذا الستوري صارت تقول بيه انه هي ما اعتزلت السوشيال ميديا ولكن بدها تفكر بهذا الموضوع. طبعا هو اعتزال مؤقت مو دائم، وانه ما حتستمر حاليا بتنزيل المقاطع. لكم شيء، انا ما حكيت اني حاترك وما حكيت اني حوقف، حكيت عم فكر بالموضوع، بس انا فعليا ما حاترك يعني ولا حوقف، بس عم فكر بالموضوع. اوكي روح حاليا نور ستار والمفاجاه الناريه اللي حتهز السوشيال ميديا. فالنور ستار يا حبايب نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري كانت تقول بيه اسالوني اسئله عن المفاجاه. فاول سؤال جاها انه هل راح تكون هي عباره عن اغنيه جديده؟ قالت المفاجاه راح تكون عن اقوى من مليون اغنيه. والستوري اللي بعد قالوا لها انت قلتي حتنزلين اغنيتك بيوم 10 بالشهر، قالت الاغنيه تاجلت بسبب المفاجاه الناريه. فسالها معقول انه حيكون عباره عن حفله زفافها؟ قالت هم كل شيء ممكن، لما اقول لكم مفاجاه يعني تحمسوا، حتكون صدمه من العيار الثقيل. صراحه ما ادري ليش بس انا كلش متحمس واضح تكون ناريه. وبالستوري اللي بعد يا حبايب صارت تعلن انه حتنزل مقطع اليوم قناتها باليوتيوب، وبهذا المقطع يا حبايب راح يكون هم عباره عن صدمه وراح تعلن بيه موعد المفاجاه شو وقت راح تنزل. طبعا المقطع راح ينزل لكم اليوم على الساعه 7 او الساعه 6، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات ايش قد متحمسين المقطع نور ستار اللي راح ينزل وش تتوقعون المفاجاه. بالاضافه نور ستار يا حبايب هي صارت تهجم على ابو فله، طبعا القصه كلها عباره عن مزح يا حبايب مو اكثر. فنزلت هذا الستوري لابو فله كان يحكي عليها بالبث المباشر اللي سواه ويا ناجي القاق. شوفوه جلاد، الكل يبي يلعب معاي لاني جلاد راح افوزهم. الحمد لله. فالتعاون عندك مع نور ستارز بيكون بوب جي، والتعاون عند نور ستارز معك راح يكون كنت حامل لمده خطبني. فهي على اساس ردت عليه بهذا الستوري كانت كاتبه بيه انا يوم قلب حنون كنت اجهز لك مفاجاه على 20 مليون، ولكن خلاص انتهينا، انتهى صداقتنا وقصتنا، وببجي من صور وياك ولا تخطبني وهديه ما في وخلي ناجي ينفعك. طال الموضوع مزح متبقد لكم يا حبايب، واكتبوا لنا بالكومنتات قيمة حمسين التعاون ممكن يصير بين نور ستار وابو فله. وعلى سيره المفاجات يا حبايب، فاحمد ابو روب نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات دي على من خلالها انه اليوم راح ينزل مقطع على قناته حيقول واحد من اقوى الفيديوهات راح تنزل على قناته. من الواضح راح يكون فيديو ناري، راح احطكم الستوريات تشوفوها. السلام عليكم، فيديو اليوم لو زبط انه ينزل اليوم حيكون من احلى فيديوهات اللي نزلت على قناتي بصراحة برأيي، كثير 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 حلو وبضحك. روح حاليا لقياسه وتهجمها على مصطفى ريدر او على وسام تيكت. فنزلت هذا المقطع على التيك توك يا حبايب اللي كانت كاتبه بيه لما اتذكر شلون جيت انه فضلتهم على نفسي وحطها هذه الاغنية. لا مش انا اللي بطلت هذاك الانا، انا اللي نسيت كم شهر وسنة. فمن اتوقع يا حبايب انه هي تقصد يا اما مصطفى ريدر يا اما وسام تيكت لما كانت حبيبته، ما ادري اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات من هي تقصد بالضبط، وسام او ريدر. ونختم اخر شيء بقمر ماريا حبايب والمقابله اللي سويتها ويا لايف ستيج وكشفت بها هواي حقائق. بالنسبه لاول شيء يا حبايب عن سبب خروجها من الفريق، فهي ردت على الموضوع انه سبب مرضها اللي تعرفوه يا حبايب اللي هو الدوخه، بسبب انه هي يغمى عليها اثناء التصوير. راح احطكم اللقطه شوفوها. هو ضغط العمل وصحتك ما بقى تساعدك لانك بتتعرضي لهبوط ضغط مفاجئ. هلا هل هو هذا السبب الحقيقي لخروجك من الفريق او هناك ضغوطات او اسباب اخرى مثلا مثل تهديدات او ضغوطات مقابل الفريق مثل ما عم يروج البعض لهي الشائعات؟ لا هذا الكلام كله اشاعات اساسا، لو في شيء كنت حكيت. هذا السبب الحقيقي، انا عندي مرض اسمه
هبوط الضغط الاحترازي اتوقع احترازي. اسمه حتى اسمه صعب وهو مرض كثير نادر يعني مو عند كل الناس كثير قليله وانا من العالم القليله وقت اتعب او جوع او ابذل جهد او حتى شوب بدوق بيغمى علي فهالشيء كان بيصير اثناء التصوير احنا كنا نصور من الصبح لليل فبيخرب نص التصوير بيخرب وبيودوني على المستشفى ويعني شغلنا كله سلامتك. بالنسبة لثاني شيء حباب سألوها عن سبب خلاف هوية ياسو ففترة من فترة كان سويت له فولو ولكن لغت الفولو بعد فترة معينة هو حسب متوقع انه سبب انه ياسو وقتها صورت بيايارة هي شالت الفولو من عدها ما ادري صراحة احطكم الرد مالتها تشوفوا شنو ردت هي. اوكي راح ننتقل لسؤال جديد. بفترة من الفترات عملتي فولو لياسو ياسو تي في وبعدها لغيتي الفولو شو السبب؟ هل في بيناتكم مشاكل؟ ياسو؟ ياسو عملت له فولو لغيته؟ اكيد انا؟ هاي انت هلا الأمانة والله انا ما بتذكر اني عملت له فولو تمام؟ فيعني اذا عملت له فولو او بعدين افهم ما بتذكر انا هالشيء يعني عم بصير في عندك فقدان للذاكرة يمكن ايه عم بصير عجوز اما بالنسبة اذا في معناتها مشاكل لا انا بنتي يعني ما بعرفها معرفة شخصية تمام يعني ابدا فما في معناتها مشاكل لا يعني بين بنت حبابه وهيك. طيب بالنسبه لشيء يا حبايب فسالوها اذا جاها عرض من فريق نابولي ولا تيم الخياله في قالت انه يا بجاها عروض ولكن هي رفضت هذه العروض بالنسبه لساعة عن سبب فتقول لسبب انه هو مرضها نفس المخله تكمل بفريق نورمال هو نفسه ما خليه تدخل فريق ثاني. اي عروض لحتى انك تنضمي لفرق ثانيه؟ اجتني عروض ايه بس ما راح ادخل لاي فريق. طيب شو السبب؟ قلت لك السبب نفسه اللي طلعت من الفريق نفسه اللي ما راح يخليني افوت لفريق ثاني. نفس السبب نفسه. فإذا أنت بتفضلي أنك تشتغلي لحالك أريحني على راحتي إما تصور إما تطلع يعني هيك كله على راحتي. بوصل يا حبايب نوصلت المقطع اتمنى تعجبكم لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات ومبارح نزلتكم مقطع على القناة الثانية يا حبايب الرابط والوصف في زواج بيسار روح شوف المقطع يا حبايب وبس شاركوا في هذا الزين مقاطع مكتل القصص مع السلامة.